Ça, c'est bien. Ah, le mal. Mal. C'est bien. Couché, c'est bien. أهلا وسهلا وقنا مرحبا ألوغ ميزامز ميسيو اليوم غادي ندرسو واحد الكليب ديال واحد اللاعب ديال البطل الوطني كيلعب في الوداد راه تكونوا ديجا عرفتوه دابا دونك غنمشيو ندرسو الكليب ديالو واحد السيد الله يعمر دار وانا من لي فان ديالو بقاو معنا اذا احنا جينا عند بويكا بويكاش زيد زيد بويكا المشاغب كي داير خويا ونجم لاباس عليك بخير كلشي مزيان اون فور الله يحفظك حبيبي تبارك الله عليك راك عاجبني بعدا الله يطول لينا عمرك وانت شكرا بزاف انسان متواضع وخلوق الله يطول لينا عمرك شكرا بزاف وجو بروفيسيونيل تبارك الله الله يحفظك وانت خويا شكرا بزاف وانا راه ودادي ومن المعجبين ديالك الله يحفظك حبيبي تشكر بزاف تبارك الله عليك تبارك الله عليك اذا نشوفوا هذا الكليب واش ونجم بحالك ولا لا اجي زيد هذا مالينو اذا اعزائي المشاهدين دابا غادي نخدموا اول حصه ديال الديسيبلين مع هذا الكليب هذا شويه مشاغب ولكن ذكي بزاف وكيخدم مزيان دابا غنخدموا الديسيبلين من بعد غادي نديروا لاطاك داكوغ انت زوين بوز الى مثلا الكلب ديالنا عط ليا بحال هكا لاليس شنو كندير ليه نهزو من كنشوف بلي لاش صافي وغادي يطلع ياك خاصو يتعلم بلي لاليس كنخرجو بها الكلب ماشي كنعطوه كنلعبو بها لان الكلب جاعر ويبغي يعض لينا كلشي حيت ديجا هذا الكلب اكتيف كيبغي يتحرك بزاف ويعض بزاف ياك هادشي اللي كاين اخويا وناجم الكلب اكسيتي بزاف تيبغي يعض بزاف بزاف في الدار تيبغي يعض لك اي حاجه يعض البنيه فهمتي يعني اي حاجه تبان لي تيمشي لها عادي حيت بوجي تينقاز فهمتي يعض البنيه المدام تكون ديزي يبغي يعض يعني
تيبغي يجري في الدار بزاف تيبغي يتحرك يعني ما تيبغيش يبقى في بلاصه واحده ماشي مشكل دونك بالنسبه للناس اللي غيبغيو يربيو مالينو خصكم تعرفوا هادشي اللي قال لكم راه هو اللي كاين المالينوا واحد الكلب اللي كيتحرك بزاف كيبغي يعض بزاف حتى كيدير ديك 7 شهور للفوق عاد ديك الساعه كيبدا يدير عقلو كيتبت هانتوما لاحظوا ستان شين كي اكتيف كيتحرك بزاف كيبغي يعض بزاف دونك شنو خاصنا نديرو ليه نخدمو معاه ونعطيو فين يعض نعطيو تينيسه فين يعض نعطيو شي بودان فين يعض البودان خوتي هو هذا انا نوري لكم دابا الكلب الا زال يعض ديما خذ لي بودان بحال هذا هو البودان تاخذ لي بحال هذا يبدا يعض فيه الكلب فوالا سي بيان في بلاصه ما يبدا يعض فيا انا ولا يعض في الدري الصغار ولا شي حاجه ولا يعض اي حاجه ولا يعض لي حويجي نعطي بودان بحال هذا يبدا يعض فيه داكوغ هذا راه كبير عليه شويه دونك غنبداو دابا لاطاك اخوتي وغتشوفوا كيفاش كيعض هو دار تبارك الله تيعض مزيان لاحظوا شوف كيف كيعض تبارك الله المهم كلب زوين عنده كاركتر مزيان ما عندي ما نقول سا سي بيان اعزائي المشاهدين هنا تسالي لا فيديو ديالنا بوي كان مجتهد خدم لينا مزيان كنبغي نشكرك بزاف اخويا اوناجم الله يحفظك خويا بونشيا تبارك الله عليك وتنتا ميرسي بوكو على المجيه والوقت اللي عطيتينا خويا وتنتمنى تعاود تجي تزورنا ان شاء الله في محمديه خويا الله يحفظك ليا شكرا شكرا بزاف تبارك الله عليك والله يوفقك في المسيره ديالك شكرا بزاف شكرا لك سا سي بيان